السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه عالم ام يارا. اليوم غدا نحضروا الكيك، كتجي زوينه وفي مقادير في متناول الجميع وموجوده في كل بيت. وما تنساوش اللي عجبكم لا فيديو ديروا لايك وتابوناو. ندوزوا المقادير على بركه الله. عندنا كاس ديال الحليب، عندنا كاس ديال السنيده ما عامرش، عندنا 4 البيضات، عندنا كاس زيت ما عامرش، وعندنا جوج كيسان ديال الفورز، وعندنا جوج 3 الساشيات ديال الخميره، وعندنا شويه الملح فاني للتزيين، عندنا الكراميل، وعندنا اللوز مهرمش. والكراميل تقدروا ديروا دانيت كراميل او شوكولا على بركه الله. نديروا ناخذوا البيض، نديروا معاه واحد كاس سنيده، واحد شويه الملح، ونطربوهم بالباتور. نزيدوا فاني، طربوهم مزيان، طربوا مزيان مزيان. نزيدو الزيت، نطربو، نزيدو كاس الحليب، نطربو. هاد الكيكة كتجي زوينة في المتناول الجميع، مقاديرها سهلة. ملي طربنا كلشي غدا ندوزو نديرو الدقيق، كل خميرة 3 الخمارات وجوج باكيات ديال جوج كيسان ديال الدقيق. الخلاط انا كنخلط بيدي، اللي بغى يخلط بالطراب اليدوي يخلط ماشي مشكل. هذا راه مغربل الدقيق، هذا مغربل. نخلطو، كتجي خفيفة. خلطو مزيان، دابا ملي خلطناها غادي نجيبو واحد المول، ونوضعو فيها، ونتلاقاو فاش طيب لينا الكيك نوريكم طريقة التزيين ديالها. هيا الكيكة طابت لينا، دابا غادا نزينوها. ديروا شويه الكراميل،
حاجة عندكم زينوها. عندكم دانيت شوكولا، دانيت كراميل زين. دابا غادي نرشو عليها اللوز هرمش، اي حاجه بغيتو ترش ديرو فوق منها ديرو فوق منها. وبالصحه والراحه، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو.